في الفن الحقيقة في ناس بتستنى فرصة كده وتنطلق إلى سماء المجد. يعني عندك الأستاذ محمد عبد الوهاب ما كانش عمره هيبقى نجم وعبقري كده إلا إنه جات له فرصة. حامد مرسي يتعب هو يخش مكانه ينطلق. اللي بيسموها العرب مصائب قوم عند قوم فوائده. يعني ساعات يجي لك فرصة كده وانت مستنيها من زمان، بس حلاوتك بقى ان اول ما جيلك الفرصه دي تمسكها بايدك واسنانك. انا هقول لك ليه بقول الكلمتين دول، مع ان انا بتكلم في السياسه. يعني الشعوب العربيه ومن اول، مش كل الشعوب العربيه، مش كل بعض الشعوب العربيه وبعض من بعض، يعني بعض المصريين، بعض المغاربه، بعض الجزائريين، شويه قليله في السعوديه، من اول يوم من العدوان على غزه بداوا في استخدام سلاح اسمه المتاح في ايدهم، هو سلاح المقاطعه، المقاطعه الاقتصاديه للشركات اللي اعلنت دعمها لاسرائيل. الحمله دي مستمره بقالها اكتر من 3 اسابيع. الحقيقه انها حققت نتائج مذهله مذهله، خصوصا في مصر ام الدنيا. تحيه بقى للشعب المصري او للي دخلوا المقاطعه في الشعب المصري، مش كل الشعب المصري برضه، في ناس منهم داليه زياده. ما هو انت اما انك تبقى محترم او تبقى داليه زياده، ففي ناس داليه زياده، عشان كده مش كل الشعب المصري. القصه زي ما قلت لك كده، مصائب قوم عند قوم فوائد. لقينا هاشتاج اسمه صنع في مصر ضمن الاعلى تداول في اكس او تويتر سابقا، دعايه لمنتجات بديله مصريه، وكتب عنها الصحفي احمد عبدين اللي كتب بيقول العظمه اللي بتحصل في موضوع صنع في مصر لطرح بدائل المنتجات الاجنبيه خصوصا الامريكيه جزء من اسطوره اكبر بكتير قوي، والله ممكن نلخصها في جملة فلسطين تحررنا. الأستاذ الرائع حكم، في ناس رائعة في الدنيا كده ما بتعديش كده هباء، أسعد طه اتكلم عن المقاطعة الاقتصادية وإزاي إنك أنت بتدعم أخوك بيها. فكتب تغريدة بتقول لا تأكل لحم أخيك مقاطعة. بص أسعد طه ده في كوكب تاني. من الشركات اللي بتدعم الاحتلال بقوه سلسله المراكز العالميه اللي اسمها، هي سلسله فرنسويه اسمها كارفور، واللي نشرت فيديو جديد ليها بترسل فيه مزيد من الوجبات لجيش الاحتلال. بص بتتحداكم. ده كارفور على فكرة، أنت مش هيحصل لك حاجة لو قطعت بجد والله. على فكرة أنت لو قطعت هتحترم نفسك، ده لو أنت بني آدم. قاطع علشان ما تمولش الحرب ضد إخوانك في غزة، زي ما كتب الصحفي تركي شلهوب اللي كتب بيقول لا تمول الحرب ضد إخوانك. مقاطعة منتجات الشركات التابعة للاحتلال أو التي تدعمه واجبة على كل مسلم، بلاش مسلم، على كل بني آدم، بل على كل من في قلبه ذرة إنسانية. أنا يا جماعة ما بقولش بلاش مسلم، عشان بالعكس أنا مسلم ومبسوط إني مسلم، لكن القضية ما هياش إسلام، ما ده اللي قالته داليا. القضية ما هياش قضيتنا مع ديانة، مش فيها بس. أنا أعرف مسيحيين كتير والله على صفحتي الشخصية موقفهم مش رائع، أنظف من داليا لحد جدها السبعين، داليا زيادة. قضية ما تدخلهاش في إسلام، دي قضية إنسان. فكرة مقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل لاقية تفاعل كبير قوي على السوشيال ميديا، وفي نشطاء نزلوا صور تصميمات معبرة للمنتجات اللي بتدعم العدوان على غزة عشان نقطعها، زي المنتجات دي كده أهو. بص الصورة دي كاريكاتير كده، ان كوكا كولا وبرجر كينج وماكدونالدز وبيتزا والحاجات دي بيضربوا صواريخ على غزه، وطبعا سبارتاكس اللي هو ده ستاربكس قصدي بيدعموا، واللي فوقيها كمان دي دومينوز بيتزا بيدعموا، او هم اللي بيطلقوا صواريخ على فلسطين وعلى غزه. وفي اطفال من فلسطين الحقيقه، بص ده كنتاكي كمان اهو اتفضل، وادي ستاربكس اهو قنبلة. حلوة قوي الفكرة، حلوة قوي، أنا مع الإبداع ده بقى، حلوة قوي 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 الأفكار دي. وعشان كده أنا لو أملك قرار على السوشيال ميديا
اخد الافكار دي واروجها على صفحتي. حد يا جماعه معلش الاستاذ عبد الله لو بيشوفنا دلوقتي يبعت لي الصور دي انا هنزلها على صفحتي كلها. والله فعلا وليخسأ مارك وام مارك والبطن اللي نفضت مارك. حلوه قوي حلوه قوي. لا دي عاديه دي عاديه. انا بحب الحاجات اللي فيها ابداع. معلش انا عارف ان احنا متاخرين بس مره تانية والنبي الصور دي انا احب الحاجات اللي فيها تكات تاتش كده فن. مره تانية الصور اللي هي بتاعت دي حلوه دي كويسه دي تاخد مثلا 5 من 10. اوكي اللي بعده دي حلوه قوي دي 7 من 10. اوكي دي جميله قوي دي 9 من 10 قوي ودي برضو 9 من 10 حلوه قوي 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 هاي ودي 9 من 10 جميله برافو برافو ابداع. دي عاديه يعني طبعا المنظر فيها مؤثر طفل وبتاع لكن فش ابداع قوي. ودي ليبتون بيبسي حلوه غزه حلوه قوي حلو ده سلايد شو كده بينزل ورا بعض حلو قوي كويس. دي عاديه جدا وتقليديه. في بقى اطفال من فلسطين الحقيقه عملوا فيديو كده بيوجهوه فيه رساله للعالم كله وكل طفل شايل صوره منتج لشركه بتدعم اسرائيل وبيقولوا للجميع قطع قطع عشان غزه 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 ونقاطع مش عشان غزة نقاطع عشان احنا بني ادمين. والله فعلا نقاطع عشان احنا نحترم نفسنا عشان ما فيش في ايدنا موقف ناخده لا تقدر تتظاهر ولا تقدر تروح حتة. رسالة اطفال غزة وصلت لاطفال كتير حوالين العالم وخصوصا برضو في مصر واللي كتير من الاطفال دلوقتي بيرفضوا يشتروا منتجات المقاطعة زي ما بتحكي جهاد عن ابنها. ابنها عنده 7 سنين بتقول كل ما يروح ابني عنده 7 سنين كل ما يروح يشتري حاجه من السوبر ماركت يبص على الباركود لو مش عارف هي ايه دي مقاطعينها ولا لا يسالني دي بتدعم اسرائيل قبل ما يشتريها. وفي حاجات بيحبها جدا ما بقاش يحبها واول ما يخش يدور على البدائل بتاعتها ولو شاف حد جايب حاجه من اللي المفروض تقطعها بيقعد يتكلم معاه ويقول له انت كده بتدعم اسرائيل انت بتساعدهم. بيشتروا سلاح يضربوا بيه اخواتنا ما تشتروهاش. علموا اولادكم وفهموهم هم بيعملوا ايه ومحتلين الارض من امتى. باركود المنتجات الاسرائيليه بيبدا بيسار اخر رقم شمال 729. والله برافو عليك يا جهاد. 7 2 اي حاجه في الباركود بتاعتها 729 تبقى بتدعم اسرائيل. انا هحفظها. الباركود ما تجيب لنا شكل باركود كده اي باركود اي باركود عندك اخره اي منتج بيدعم اسرائيل اخره 729. ما تقوليش بقى والنبي الله يخليك الكلام اللي بسمعه من امثال داليا زياده يعني المقاطعه تعمل ايه ويعني انا لو قطعت هستفيد ايه اصل ال قطع باركود ده مثلا الناس ما تعرفش يعني ايه باركود ده. هي بتقول الاستاذه جهاد ان اخر 3 ارقام دول فأي باركود بتبقى 729 آخر 3 أرقام سوري على الشمال 729 معناها إن ده إسرائيل بيدعم إسرائيل أو بيدعم الحرب على غزة. هي بتقول آخر أي باركود آخر شمال فيه مش كده هي قالت آخر شمال تقريبا بتقول آخر شمال فيه أهو يبدأ من اليسار آخر أول 3 أرقام فيه 7 7 2 9 ده 629 يعني ده ناقصه رقم 7. لو في 7 هنا يبقى المنتج ده بيدعم اسرائيل او بيدعم الحرب على غزه. المقاطعه سلاح في ايدنا احنا كشعوب ملناش دعوه بالحكومات. مش عايز تتدخل الحكومات دي. اللي مش هيقاطع هيبقى خاين مش انا اللي بقول الكلام ده. ده الست دي بتقوله. المقاطعه دلوقتي مش اختيار. الدول الأوروبية عامة لما الناس هناك بتحتاج على حاجة بيعملوا إضراب. أنا مش عارفة أعمل إضراب عن أكل
من مكان او من شرب من مكان راح يدعم، مش هقولك البلد اللي دعمت قتل اخواتك، ده دعمت الجيش اللي دخل للبلد اللي بتقتل ولادك ورايحة علشان تقولهم يلا شدوا حيلكم اجمدوا اقتلوا حلو. ما فيهاش كلام، المقاطعة دي ما فيهاش كلام، ما فيهاش نقاش، ما حدش يناقش فيها، ما حدش يقول طب الحكام ليه ما خدوش قرار، السياسة لعبة قذرة انا ماليش دعوة بيها، انا مش هستنى حاكم ياخد لي قرار، انا هبدا ببيتي وبولادي. ابدا بنفسك قاطع، ما لو انت قطعت وانا قطعت والناس كلها قطعت خلاص. الحاجه الثانيه ده انتوا يوم واحد بس، يوم واحد نص او حتى ربع الناس قطعت حصل لهم خساره في يوم 4%، مش عارفين تكملوا قطعوا قطعوا، ده لسه قافلين عليهم قافلين عليهم وعمالين يدبحوا فيهم ويبهدلوا فيهم في اخواتكم في ولادكم ومش قادر تقاطع. يا جماعه حتى لو انت مش مقتنع انك انت عايز تقاطع او مش تقاطع ودي فكرتك، انت حر، انت حر في حسابك مع ربنا. انا بعمل اللي عليا وخايفه ان انا اتسال، يعني انا بحاول اقول لربنا انا حاولت، بس ما تحاولش انك انت تهز حد خد القرار ده او تحاول تهز الفكره نفسها. المقاطعه واجب واللي مش هيقاطع خاين خاين. شوفي يا داليا الست دي، انا بكلم داليا زياده، معانا يا داليا زياده يا جماعه. الست دي ست انا ما اعرفهاش وعاديه جدا، مش قصدي عاديه يعني لا تشغل منصب وتا، بس افكارها مرتبه ازاي؟ قاطع عشان هتتسال قدام ربنا. طب لو مش عايز تقاطع ما تهزش واحد مقاطع، يعني ما تقعدش تقول له وبعدين انت تستفيد ايه يعني، قطعت يا سيدي يا عمي. ست مرتبه جدا، ده بقى الكلام. بص يا داليا، ده فرق التعليم من الجهل، فرق حد عنده موقف محترم من رقاصة، ولو اني في رقاصات كويسين وجدعان، لكن انت حتى ما حصلتيش الرقاصة. فكرة المقاطعة شيء عظيم جدا، وده خلينا نشجع الصناعة المحلية، ده اللي بيقوله حسام. فكرة المقاطعة شيء عظيم جدا وأثبت فعالية، لأن الدول دي مش بتفهم غير لغة الفلوس. ثانيا هو تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، لازم يكون معاها تشجيع الصناعة المحلية. الفرصة جت اهي لرجال الصناعة المصرية، حسنوا الجودة وظبطوا السعر واحنا معاكم. يا سلام يا حسام، انا بقى ده اللي كنت بقوله. فكرة الاستاذ محمد عبد الوهاب كان مجرد كورال عادي جدا، وفي يوم غاب المطرب الاستاذ حامد مرسي، وهوب مين اللي حافظ عبد الوهاب؟ طب تعالى خش يا معلم، دخل بقى عبد الوهاب. في ناس بتجيلها الفرصة اول ما بتجيلها بينط على طول. فعلا دي فرصة للشركات المصرية عشان تحسن منتجاتها، وده اللي عملته شركة يعني زي سينا كولا اللي زاد الطلب على منتجاتها واتضاعف بشكل كبير جدا بعد ما الناس قطعت شركة بيبسي وكوكا كولا، وده اللي بيقوله التيك توكر في الفيديو ده. شفت شركة سينا كولا قالت النهارده؟ ما شفتش؟ تعالى. شركة سينا كولا قالت انها هتنتج مليون ازازة يوميا بدل 150 ازازة اللي بتنتجهم دلوقتي، وهيعملوا ازازة 400 ملي بسعر مناسب جدا. وبعد ما جالهم اراء كتير من الناس ان جودة المنتج عايز تتحسن شوية، فقرروا ان هم يحسنوا كل منتجات سينا كولا وبنفس السعر كمان، مش هيعلوا جنيه، وان هم هيحتفظوا بجزء من الارباح لدعم القضية. لو تشوفوا بجد فرحة اصحاب الشركات دي بزيادة المبيعات والدعم الكبير اللي شايفينه منكم، هتعرفوا بجد جمال وحلاوة اللي عملتوه، وان المقاطعة جابت نتيجة مليون في المية. كتيرة جدا نشروا فيديوهات لمنتجات الشركات اللي بتدعم الاحتلال واللي طلبوا مقاطعتها وجابوا ليها بدائل من المنتجات المصرية، زي الفيديو ده كده. موقع بنكير الاقتصادي اعتبر ان دي فرصة العمر لدعم المنتج المحلي، زي ما قال الخبر ده، فرصة العمر لدعم المنتج. كيف تستغل الحكومة المصرية حملات المقاطعة لدعم المنتج المصري؟ المقاطعة عاملة صدى كبير جدا، مش بس في مصر لكن في دول عربية وإسلامية زي الكويت، قطر، تركيا، زي ما نشوف الفيديوهات دي كده.
طلبات ماكدونالدز ها؟ ما في اوردر. ما في اوردر؟ ما في طلب، كله كويتي ما في اوردر ماكدونالدز. ما في؟ ما في اكل. ليش؟ ليش ما ياكل؟ لأن فلسطين عندها إسرائيل بار. فلسطين. فلسطين از فيري. هذا واجد واجد كلب هذا. هذا نتنياهو واجد كلب ها؟ ما في طلب. ارفع لكم القبعه اهل ديرتي الكويت، ما شاء الله تبارك الرحمن، من وافدين ومن كويتيين. ماكدونالدز اللي كان اول السيره من الباب لبرا لهني فاضي يصبر، تضامنا مع اخواننا اهل فلسطين. بس خليني اقول لك يؤسفني يعني انه انا شفت فيديو لستاربكس في السعوديه، ما شاء الله الناس قاعده لحق بعض. فعلا الناس قاعده على حجر بعض في السعوديه في ستاربكس، لدرجه ان الست اللي مصوره الفيديو سعوديه بتقول له ايش جرى، يعني ايه اللي حصل للسعوديين، يعني الناس بتقول لكم قطعوا وانتوا الوحيدين اللي ما، يعني هي بتقول براحتها في الفيديو اللي انا ما اقدرش اقوله دلوقتي هنا. الشيخ المغربي الحقيقه حد من المغرب، الشيخ رضوان بن عبد السلام، اللي بياكد انه بيدعم الحملات المقاطعه، وبيقول ان المقاطعه مش هتضر الشركات دي بس، ده هتضر بلدك وعندنا في مصر. الراجل بيقول اهو، سوري، بيقول المقاطعه نحن المغاربه وقد شهدنا في التجربه، الشيخ رضوان، انا اسف الشيخ رضوان، نحن المغاربه قد شهدنا في التجربه السابقة نتيجة المقاطعة، عندما اتحد المغاربة على مقاطعة بعض الشركات، لا ينبغي أن نستهين بسلاح المقاطعة لأنه يفتك بعباد المال. وأنا مشارك في المقاطعة، بعض الشركات ممن أظهروا قبسهم في دعم الظالم الغاشم، وقد تضررت كثيرا من هذه الشركات وقامت بخفض ثمن المنتجات لجلب الزبائن أكثر، ولكن هيهات، فنحن لن نتراجع عن هذه المقاطعة. وإياك أن تسمع لوسائل شياطين الإنس الذين يقولون أن مقاطعتك لن تضرهم، قاطع فالنتيجة ظاهرة لكل ذي عينين. الحقيقة أن في ناس في مصر بتقولك لا، أصل المقاطعة دي هتضر ولاد بلدك، اللي كان منهم الفنان محمد صبحي اللي طلع قال أنا ضد الفكرة. اسمع، أصوات كتير طلعت على الفيسبوك، الفلاح هدول يعمل لي فلحوس المقاطعة، مقاطعة كذا وكذا وكذا جابها يعني. طب أنت بتعمل مقاطعة المصريين، ما هو ده بالظبط، يعني هم اشتروا بس الفرنشايز، يعني اشتروا الماركة. الجدعانة اعمل مبادرة، قول للمصريين الذين يعيشون في الخارج عددهم كبير، والعرب اللي عايشين في الخارج في أوروبا وأمريكا، قطعوا الحاجات دي تقع بره، هتقع، هتبقى ضرتهم بجد، انما هنا انت ما ضرتهمش. دي راي محمد صبحي. وعشان احنا معتادين مع محمد صبحي على كل حاجه وعكسها، فنشطاء كتير جابوا له ازاي في اعماله الفنيه كان بيدعو لمقاطعه البضائع الاسرائيليه والامريكيه، زي ما عمل في مسرحيه اسمها كارمن اللي اتعرضت سنه 1999. شوف كده، اصوات كتير طلعت على الفيسبوك، الفلاح هدول يعمل لي فلحوس المقاطعة، مقاطعة كذا وكذا وذا جابها يعني. طب انت بتعمل مقاطعة المصريين، ما هو ده بالظبط، يعني هم اشتروا بس الفرنشايز، يعني اشتروا الماركة. قولوا لا، وانا معاكم، قولوا لا للامريكان والصهاينة والعنف والاحتلال، قولوا لا، اقفوا مع كل سائر في القدس والجولان، اقطعوا فيهم البضائع والوجبات السريعة وافساد الطبيعة، اصرخ اصرخ باسم صوتك وانا هقول معاك، ولا الحروب ولا المجاعة ولا للتآمر ولا الخيانة ولا الخنوع ولا الخداع، قولوا لا للي باع ولسه هيبيع، قولوا لا والسلام. هو ده اكبر رد على محمد صبحي. انا اصدق مين؟ محمد صبحي 23، الموديل بتاع 23 اللي بيقول لك لا ما تقطعش ما تعملش فلحوس والحاجات دي، ولا محمد صبحي 99 اللي كان بيطالب في عمل فني ماما امريكا بمقاطعه البضائع الامريكيه والوجبات السريعه؟ لكن اذا كان في ناس بتثبط عزائم الناس وتقول لك مش هنجيب نتيجه، تعال شوف ازاي كبرى الشركات الامريكيه تاثرت بحملات المقاطعه وازاي اسهمها خسرت كتير جدا في الاسبوع اللي فات. شوف الجراف ده كده، الجراف اهو،
بيقول لك تأثير المقاطعة على أسهم الشركات الأمريكية، الأسهم أكثر تضرر في وول ستريت بيبسيكو، اللي الشركة الأم البيبسي وشيبسي. بيبسيكو وصل السهم الأقصى لأقل مستويات منذ نوفمبر 21 وتراجع بنسبة 4%. ماكدونالدز نزل السهم ووصل لأقل مستوياته خلال عام كامل منذ أكتوبر 22. ستاربكس تراجع السهم اللي كان ب 91 دولار ثم عاد ليستمر عند مستوى 94 دولار. كي اف سي سهم كنتاكي استمر في هبوط حد لأقل مستوى له منذ مايو الماضي. مش عارف نتفليكس وصل لأقل سعر له منذ مايو الماضي ثم استرد مساره الصاعد. دومينيت بيتزا تراجع بشكل حاد ليهبط بنسبة 6%. بيتزا هات تراجع بنسبة 3%. أمازون انخفض بنسبة 0.7. ده حضرات سلاح المقاطعة. انت حر، بس على الأقل لما حد ياخد سلاح المقاطعة ما تقعدش تقول له زي محمد صبحي كده انت هتفعل حاسس.